عشان تعيدي الطابور من الاول تاني وتطلعي وتدخلي عشان تريحيهم وما يدخلوش. لم يتم فتح الابواب المدرسه الا في الساعه 10. منع دخول الناخبين. الصناديق الخشبيه جوه اللجان فاضيه. الامن بيقول ان الناس جوه كتير زحمه ومش بيردوا يطلعوا. احنا دخلنا ما لقيناش حد. اللجان فاضيه. مندوبينا ممنوعين ان هم يدخلوا. مقدم شعبنا المصري خالص عزائنا لان هذا النظام يمكن ان يكون منه امل ان يقدم الشعب ديمقراطيه حقيقيه، ان يسمح للشعب ان يختار نوابه. هذا النظام لا يستطيع ان يعمل في النور ابدا. الحمد لله موفق ان شاء الله باذن الله، وعشان ربنا يوفقنا ان شاء الله. وهو الامور هاديه جوه والنظام ماشيين والناس شايفه شغلها بامانه كويس، مفيش اي حاجه، ودخول المنتخبين ماشيه ومتيسره.